تحية طيبة مشاهدي الكرام، وأهلا بكم ومرحبا معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أدب وتراث. عشية خمامي ما ينزاد باللي ما عاد لتفقاد، يصفهم مجلد جوس وعاد يزهادي، ما يجبر بالي شي تجلاج وما هو معتاد ما حجل هادي وزهادي، ولين نجبر شي زاد يزهادي ما حجل هادي. أدب وتراث لهذه الليلة يستضيف لكم الأديب محمد يحيى بن مصيدف، فأهلا ومرحبا. كما يستضيف لكم أيضا الأديب أحمد ولوا، اهلا ومرحبا. الله يرجع، انا قلت دي بدا تحصيل حاصل. اذا مرحبا بكم وسهلا، وشكرا لكم على الحضور معنا. حقيقه اني كلفنا ياسر من الروق، لاني نشهد عن المشاهدين عنكم ياسر، انا كنتم تراقب على هذه الحلقه. اذا شكركم هنا. محمد يحيى اهلا بك، متى يكون الغنى اغنى عند محمد يحيى المسيد؟ عفوا، شكرا جزيلا. انا من جهتي ايضا شاكر قناه الساحل، شكرا على الاهتمام العاطي للموروث الشعبي اللي حقيقه حكما احنا المجتمع الموريتاني، لكن عندنا من القيم والتقاليد، عندنا من الامجاد محصور في ذا اللي قالوا الموروث الشعبي، الادب الشعبي خاصه. وشاكرك انت احمد ايضا للجهود الجباره اللي تبذل، وبحثك الدائم المستمر، بحثك عن النصوص وبحثك عن الادباء. شكرا. هذا على كل حال تنشكروا لي وتستاهلوا الشكر علي. انا نرجع للسؤال، انا الادب يعود عندي يد بلين يتم فيه شروط الادب، لين يعود فيه المعايير، يعني يتم معناه ويتم وزنه ويخلق انسجام بين معناه وزنه. ما هو زين، ما يعني المعنى يتم المعنى ويعود الوزن هو اللي زين، ويعود هو بينهم انسجام. متقادي مثلا الصلاة، كيفاش ما ميل واحد منهم بالثاني، خارج شيء من النصوص يعود وزنه زين حتى ومعناها ضعف من الوزن. الموسيقى ما هي عادية وموزون معنى بقوره، معنى بقر، المعنى بقوره الوزن، وخالق شيء يمتان معناه حتى يضعف وزنه. إلين يتم معناه ويتم وزنه يسلك على كل حال من ذوك معيوبات الادب، كي الحشو، كيف تكرار، وكيف ذيك الامور ذيك اياها، يوصل تعود يوصل لمرحله انه يعود ادب. فهمت؟ وعقب ذاك تزيان لغته تعود زينه مثلا أنيقة، ويزيان ذوق مولاه القايل، وفي ذاك كامل الله يقول من الكلام، وفي ذاك الله يعدل من الصور، وذاك أقسام. شو ذكر محمد يحيى من الغناء؟ طلعة تم وزنها، تم معناها، وتقادها وصراعها، وزينت عند محمد يحيى. هو نماذج ياسر تبارك الله، وهذا بعد نختار هون نوضح للمشاهدين الكرام، نوضح لك أنت أنك لديبي لين تطرح لي سؤال، والله المستهلك كامل للدب تطرح لي سؤال وين وزين الشيء عنده؟ لا يجاوبك انطلاقا من نفسيته في لحظة السؤال. لحظة السؤال زي عاد. بالتالي قد مثلا تنكشف. وبالتالي قد يعني تبغى الحلقة تذكرت ياسر زي ما كنتم تذكروا. على كل حال مع الرميل المغني اللي يقولوا ذا كامل اللي زين اللي تقاد دين اسرع مثلا تقاد وزنه تقاد معناه مثلا ياسرين نماذج عده مثلا ما يوفى اقسام ماني لين اعطيك نموذج معين يا غالب ما يوفى. تاكد الوايل الوايل تبارك الله اللي يقولوا ما هو عادي زين، وفطن هذه الناس متاخره هم اللي تقول شيء زين. فهمت؟ يا غير الوايل مازالوا ولا هم اللي هم الوايل حق بعض. ليش مقنع الوايل؟ اي في غرض تبقي انت مفتوح الغرض. شفت انا نبغي اساسا الاغراض اللي يقبضني منهم من الغرض اللي قالوا المدح، يعني الشكر بينو ذيته. واحده فيه يعني مثلا
قيم قيم وهادف وتقدم خلاله تصدر لي الثقافه اللي هي الزينه اللي هي ثقافه المجتمع التقليدي شعور الاخرين تاكد الاجيال فهم نهتم به حتى ونبقيه ينتشر ونبقيه نبقي مولي وسائل الاعلام يرفعوا عنه ذاك ذيك الحاله الماستهم منه فهم هو لا غرضه على كل حال هو شبه اغراض لدب الشعب لهي نعطيك نموذج من لهي نعطيك نموذج من غنى اسماعيل محمد الحضري اسماعيل متاخر الحمد لله متاخر اسماعيل كل شيء اسماعيل محمد يحضي كل شيء اسماعيل انا نقول انه نوصفه بانه عنده انفصام شخصيه ادبي عنده هو اديب عنده انفصام في شخصيته الادبيه لان اسماعيل قد يعود لك من 1850 على سبيل المثال وقد يعود منه اليوم قد يقول لك نص اليوم اي عود اللي من غنه اليوم من غنه الشباب ويقد يقول لك نص من لغه قاع انت مالك لا تفهمها لك سامعوا اللي ما طرحت حتى وحكمت قلبك مالك لا تفهم فهمت اسماعيل كل شيء الله ان شاء الله يعطيك نموذج من ادب ماشي نحكي لك صب زين عندي واحد يقول قلبك يا حمود في مناك قرس من ابات عرب وجدود ما هو قلو جديد لذاك ولو قدروا لباش عود ولا هو قلو عد الحشاك من كبر قبيلة صلو مفقود ولا هو قلو حصل بملاك وسخ الدنيا العمر معدود غلك تلاد ورثت وجاك عقد كبير من درس العقود من بوك علي بوك الخلاك يا حمود وجدك حمود وجدك عاقب ذاك علي طاك مول الملك الحي المعبود حسب من مغفر ماني شاك عن كيف تحسبك حسب تكود وخلقت على ذاك ورباك بوك عليه وجيت في مقصود ذاك تفقرشت ولا نياك حمل الثقل عليك المرفود رافد ذوك وذوك في حماك ورافد ذوك في عقلك وتقود ذوك وصايق ذوك المسعاك وذوك في مانك من ذوك رقود رافد تباعك وعزلاك والمعنى فيك اللي منشود شاهد غيلان على معناك وحي بيه وعثمان الشهود عهدك بيه وعقدك شفناك حركة لصديقك بيك سعود وشيانت بيك سعود عداك وبردت عن روق الشان برود منها مراس تفيش معاك قعدت من فيشك في الحدود ملوك الدنيا ترجاك والحوايج بيك تلود مقط نهار الجهود اخطاك بادل في الجهود اكبر مجهود واللي حكم التيرس وزاك من موجود اشهد لك بالجهود واللي من موجود بالعكاك حاكم والحاكم وكر مبود من موجود اشهد لك وبقاك والحاكم وكر ظهر العمود من كنت يشهد وبكاك وهلم اللي سيدي محمود شهدت لك بالجهود ومسواك ما لحقوا عربي في الوجود وقت الامر اليوم تولاك للشياخة تنجع شبال وسود وحصر ذا خلق الله في قفاك يا حمود مجدد العهود لياك تقود وتعمل هاك ما تحتاج اعمل هاك وقود وقايد كنت قبر ما خلاك قايد مازال علي موجود قايد الفصال مزاك سياني عندك بيض وسود وقايد للشعار ما عطاك مالك في العام اللي مشدود يا حمود وقايد بكساك وبعزمك تو عقيد جلوده للعزم وقايد بهناك وبدينك فيك اللي معهود وقايد زاد بظلك ودفاك وحمارك فيه اللي مقعود كل نهار وحجمات براك طماعك كل نهار وفوت لا رشفت منك عين اياك يعمي عنك عين الحسود بركة جاه النص والملاك وبركة يوسف والياس وهود ويعملني نبط عالم بيك وتم على الانظار وتسود وتم الدرجة بيك فيك وبيك وفيك وباب فتحته يبراك يعود باب الخير المفتوح عليك وباب محالي عنك مسدود انا بيني وبينك يا احمد انا الادب الشعبي اللي قابضني انا من قبال هذا الغرض اللي قال له شكر تهيدين وشكر لانه هو اللي مهم هو اللي فيه التربيه هو اللي زي حتى مرحبا بكم استاذ واسمح لي شويه طينا واذا بعد افضل ما بطل حديثك ما هو من قال لي ما هو من قلت اهميه الاغراض الثانيين غير انا الشكر مهم انا اهتم اساسا اهتم بالمجيء اهتم بالتوجيه على ذكر التوجيه مرحبا بكم محمد اللواء وشاكرين لك على الحضور معنا ومفخرنا روالك وبالغنا جازك فيها ونبقى ما نعرفه قضية الاغنى عندك انت شنو هو ولكن اللي قبلك انت منه شنو لكن اللي قابلك انت انا الاغنى عندي لا كيف قال زميلي وصديقي محمد يحيى الاغنى من يعد فيه المعنى وفيه الوزن الحي وسالك مثلا من الاطناب حتى والسهاب مثلا يعود غناء ما فهمته
ومنين يعود لا الاخر لا مثلا احمد حسين عنده المدح حتى زين عند التوجيه وزين عندي طلبه مولانا هو قاعد مدح لا توجيه غير مثلا توجيه هو توجيه مثلا غير مباشر بيجي مثلا السنة قوانين كان قاعد خارج شيء قالوا دق بخص من معني انا نعطيك كيف قلت نموذج من توجيه طلع تقول عسك من عزة الشوارعاك خلي حق الله عنك ذا أيوه. وخاوي خرقك والما خواك كلا واسيه أخوك وارفق باللي مخلق معاك واسل وطرقك مدهوك ولا تنسى ذاك الما يساك فرخاك ووقت المبروك ولا تطمع باش تم غلاك والتمر خايمة نسموك ودينك ومروتك تتحرك العبوة بهم مجروك ولا تسمي حد وحد اسمك داري بصيبة محبوك والأمور هاي لا تخفاك محبوك ولا متروك مد يدك وتلبها عفاك وعس من الكشفة مهلوك وخبرك لا يرتد وراك والأخبار مولي مدروك وانت ملك المالك الأملاك والدنيا كيفها مملوك والخلق له صفاته جاملهم وجاملوك وعامل الناس بما تحبون أن يعاملوك يعاملوك واضح واضح مثلا لك كل يغني على ليله محمد حزن عندهم واضح هاي فكرة طلع مسار مش عنها ما هو متبع والله إلا هم مسار فكرة مش عنها طلع أعتقد في الوحدة الوطنية إيه والله إيش كيف تقول دول شوف مكانتها كانت سمعت مكانتنا لا يتعرف عنك كانتها ما فيها قافت كانتنا كانتنا بالعلم وليمان شعب عرب زوايا وعيان شجعان ولا يقبل ينهان يا ويل مدينة هانتنا ومدينة عانتنا تنعان لا يتحضر في عانتنا حلت شهام بيتمان بعمامتنا ومانتنا محسوس عليها ومن الشان ولا قط مسالة شانتنا معناها عشنا وسط حضان الإبداع ومن حضانتنا دولتنا حضرت مغابت في الثقافة فتحت باب التثقيف وحضرت في مهابت فن الثقافة هابتنا جميع الشعوب وطابت من ثقافة خطابتنا وحارت في العلم اللي نابت من جذر فينا نابتنا وذاك دليل على نجابة الأصل القبي ونجابتنا وبيئتنا ذيك وصلابت الأرض تبرر صلابتنا شعبي بي وما مخابت وبعابدنا وبخابتنا وبسالة كامل هنابت ما تشفرنا هنابت الأخبار تراها بكتاب التاريخ ومن كتابتنا دو شوف مكانتنا كانت سمعت مكانتنا لا يتعرف عن كانت ما مكانتنا أكو واضح بعد ما بديت منه زين يعني وين اسمع نصوص اخرى سيلتي انا فريد انا مو عندي ضغنة هو المهم عندي انا مو عندي المشاهد شفت اللي نقول لك قبيل قلت لك على ان يلا الوزن والمعنى ينسجم متابعين انت عايز تسمع نص وزن حتى وزن قرخاوي وانت قاع مالك ليت انت قاع مالك ليت تفيق عليه انه خاوي لك ذيك اللي وزن ولا هي يمشي بيك حتى زين حتى موسيقته غير لين يبرد فيدة تتنبش تتنبش فيه هو عندك شيء من لوزانته زين حتى زين فهمت عيت واللي تجبر نص ما هو عادي به الزين ومعناه زين حتى يا غير ذوك هواها مرزحته قلت زين الوزن موسيقى ما هي مثلا مطربة عليه حاصرته فهمت زين حتى شكرفته عدلته مادة خاصة ب ما هو متناول جدا. أنا أعرف أنا إيه. لهي دور تقيس النخبة. إيه. اللي تلو دل معنى فيه. أيوة. يا غير العامة. والناس. يقول عن موزون قا. إيه ما هي لهي تنطرب بعد علته. الله. يقول عن موزون. هذا هو قلت لك بويدا. إني نختار ينسجم الوزن مع. إيش كيف ذاك الحد إنه منه تصديف؟ ما يرى مع وقت خفيف الدحميس. فتوت خذلي في الناس. ودايق بالكريم. وتباع زاد وزاد وتباع يجي لا زين غير شوف بسبب موج وقوف على المعنى بدلا من الموسيقى شكي احد عنه ما هو تباع وزاد اللي تباع يجي على ذكر قال محمد يحيى كيف قال في الغنى لا بد ان يعود انا قعدت بس قلت ما ادري نقول انا ما اعتبرها يا غير يلا يلا تعود ان شاء الله يلا تعود من بونش حاجه طلعت تقول خالد غسان قصيف تخمام يا لطيف جيت وزدان كيف كليان والحنان وجبت دراري وزيف وملاحف الاغلان وضرب يستحريف ما حانيت حانه سول بي الفضول عن شبقه
قلت انا اللي بقى ما مقصود على مين فلان شفت تخرس زين انا همي محمد يحيى يحكي لي شو رديت لمينة مت تغمم وخرجت والله لمينة رحمه الله علينا عليها قلت لي قال المرضيه ذيك المرضيه تقول ما خالق يكون التسليم زمرة القطب اللي عديم لمثال علي الشيخ الكريم بين اليوم مشات يدينا لمينا غير بشان عظيم لين مشات مشات مين بصفر وحلاوة وتمعليم وحلم وسيادة بينه وعذاب وذكر في كل قليم وفدمة عين وموت صغنينة ومشات مينة في اليتيم والرميلة والمسكينة ومينة في العين والخديم والطلعة والتيدينة يا ربي ترحم يا الرحيم بنواع الرحمة لمينة الحسين ومولاة الخيم الكبير الشيخ الحنينة يا ربي تعطيها نعيم جناتك في جوار بينا ولطف بنا احنا الحليم وتحلم عنه وتعافينا لا رينا مصيبة حميم في هذا الدهر تنسينا مشيت لمينة توجع غير اللي ذاك اللي فيه الخير الدنيا سارت ذاك السير فاتت من حكمة عربينا وفعل المالك في الملك أخير وإحنا راضينا وعلينا مول الملك الواحد في الذات اللي ناشينا من طينا واللي عاطينا للحياة ومن لمات حن علينا وحن علينا من لبات أخبر في اللي لا يقبينا ما خالق يكون التسليم زنحت حق زنحت تفضل تفضل ذكر المراضي زدنا فقط مرضي قبل 2001 من العلامة محمد بن المال وأخيرت تقول يوم منين اللي غاب العلم والطبع اللي مقطن ذم ملاهل ملاهل لغاية في الكرم قدوتي وأنا راضين جات الناس درت سلم متعزي اشتد حزيني عند منين اللي مات فهم حامد لله على ديني وعلى يقيني ومسلم امر الله الناشين عرفت اذا كامل عدم شيخي كنت يبغيني بيت الجود المقاع يلم ولو محتاج على طيني ما تسمع عنده كون احكم واقبض اذا شاهدت وعيني جات الناس تعزي بالكل واشتد حزيني من حين ودخلوني لاعوام منين المجاني حد عزيم لا اله الا الله مزيان زين ذا هذا ولا يمشي على حد عزيز ذكر الحمد لله 2001 طيب طيب لا نرجع على محمد يحيى محمد يحيى من المعروف عنه مهتم مثقف مهتم بالموضوع الموروث الشعبي وهذا الموروث الادب الحسني خصوصا اللي قال له ادب الملاحم والتيدين وهذه المسائل ما السر في ذلك محمد يحيى شفت هو حد يبحث في ثقافة مجتمع وبالخصوص المجتمع الموريتاني يلطوي إلى عادي دورها قبال على حقيقتها يرجع الماضيها ويرجع لدبها احنا اليوم اللي عندنا كيف قلت لك من العوايد والتقاليد والقيم متشعن ياسر منه اللي بقى محافظ عليه قبال اللي قوم حافظ عليه من ولاد اللي مدون في مدون مكتوب وانا خارجا عن ذاك التهيدين يلهيني تجبر في ذاته يلهيني حتى والتهيدين ما هو غرض ولا التهيدين عباره عن الشكل التهيدين عباره عن كاف وتو زين التهيدين الشكل كاف غير كاف طويل وتو زين اكسام ونهتم به ونحفظه عقب ذاك مولي احنا اليوم عندنا صعوبه في متين في ذلك قالوا بعد قاعد المعجم اللي لين يقول كأوذا باش لين غنوا إحنا لا ترين غنوا بلوقتنا اليوم اللي نتكلموا بها لين يقولوا شيء مبتذل ولا ينفع أكسام ودليلها عليك إن هذول أوذا بال معاصر اليوم الشباب عاد حد منهم اللي يقول طلع ستي في الوقت يقول له شاسيكور نسمع شاسيكور كلمة من كلام الاستعمار وما يمكن لو كان تيد وظافية في اللهجة اللي قال الحسانية ما يعود يلحق على إنه يود البديل من اللغات الفرنسية فهمت معناه إن إحنا بعد قاع باب بعد قاع إن حد له يقول بعد قاع يقول لغنا مثلاً باش ليه يغني اللي بدي اللغة اللي ما تيت موجودة ملي يكون في ذي المروض اللي قالوا تهيدين وشين يخصص الفنية هو تهيدين ما عنده أي خصوصة فنية تهيدين عبارة عن قاف طويل فهمت قاف يمتشفي يلين يعود يلحق مرحلة يسد يأخذ منه قاف ثاني يعود مارق عن راوي ويعود مارق عن راويه النقراني وتعرقيبه والله هو اللي قال له تعرقيبه
وهم اللي قفان تهيدين عبارة عن قفان قاف تهيدين من فسه وتعرقبتهم اللي لا قافان معناه انه ما عنده تحكي لنا منه تهيدين أتذكر نحكي لك تهيدين والله نحكي لك تهيدين نحكي لك تهيدين للفرود لحم جدو اللي أوليد سوزين شاعر قديم قايله للشيخ سيد المختار الصغير وللشيخ سيد محمد وللشيخ سيد المختار الكبير يقول متوجه الخلاقنا القهار بالمصطفى خاتيم الانبيين وبالخلافه الاربعه والانصار وبملوك الاربعه المقربين وبمنين هو الثقيف الابرار وبالقوم العشره المبشرين يعملني ساعه ورد النار نطفق اسرع من رمشه العين ويحجب شيخ لسيدنا المختار من باس السحر وباس المعاين ومن باس الحساد والفجار ومن باس النوايا الشين باش تم مصالحين لدهار وباش تم المداين عاملين وباش يتموا قارين السوار هم والفطه الزاهدين والفقير الصابر الشكار صايبين وطيتهم المساكين وباش يتموا الجبابير الكبار موطع الأقلاضي بهم كاملين بهم قال لا أسر ابن الله معنا الله ما هم خالقين واللي الحق تراب غفار من الدين ومد فيه الدين هو اللي طريق سيد البشار ما يحيدوا عن الحياة دين وهو اللي موهوب العلم الأسرار ومطالعوا له الرزاق الحنين وهو اللي دينيته كل نهار يقبوها من عنده الخاشعين يقبوها من عنده الفجار والعنيو الزحاحين والسلاطين يحضيهم دنيه الكل عار ولماسيلها ما في شي شيء يشطط فيها يمين ويسار على اللي جولهم دبرين وفاقوا فيها الليل والنهار وذيك الصتاق بالقلابين وقسمت باللي ما معها اخبار يذل يمال وفيه قليل في الدهر الحومه كيف الاطياء هذو عزاله وهذو ضيافين وهذو واحدين جداد خطار وفيهم قرضه من المشيبين وهذو واحدين قراقر كبار فين وياهم متعاقبين داير قاعد يسكن في دار اللي حاني رقوهم ماشيين واحدين طامعين واخرين زوار واحدين ماشيين واخرين جايين اذا كامل نفقتو في الصبار بالماء يصبروا رجال الاخرين بالرز والقمح والزرع لقار وبخبز وحدهم معدلين وبالبنين احلماهم من الدرار من الخلف في الجدم محكومين والذبيحه الدايمه والتنحار وبراه طلب المعدل باليدين وجملوا الحمول الكبار ويخلطوا عليه طعامين ثانيين وتتواسق الجيره لونها صفار تندار هي والعسل والشنين وفيها يساوموا الحمار هو المراكب الزينين وهو المقرب الخيل الاحرار واللي جم قوطر على الكرعين واللي بدار واللي بلدار والعور والبكم والمجاني ولا عين على اللي فهمهم طار جن منهم واحدين ثانيين يا العباط متحاصر في دار واحدين في الخلي متحاصرين واحدين كيف من كلامهم شقار واثنين على القداح متهادين واللي منهم شم ريح تقطع ما يقعد مشافه بالعين وهذو اللي شوروا جماعة أعمار فصل الحجام من الأولي والدنيا ما يساوي عنده دينار عارف إنها ماشية مع الماشين والمالك من المال والعقار داير والذليل من القاسي الزين من عند فيتات لقصور قنار ومن عند وادن والتيفورين ومن علب سكسيل ومن الأنوار ومن فاس إلى حكم تنول مين ومن عند سيقولوا جفت الأطار ومن فميلوا لاتي درارين ذا كامل كافل ونهر لنها باللبن والدق والشي والطحين لا ضرطوا يا الله عيننا الله زيدوا يا الله وقولوا مين مالك منين هو جن وصدقاء مالكي قروطون البهاتيين وجنون الهوى هذوك الكبار والعسل وقوم ريحانيين والتوارق بمبار الاحرار والكوري بوض غير مدليون ولولا هو هذو التجار يوكلهم ذليل ومتجرين ولولا هو الزوام الاحرار ينشراو بالدين ويقود الدين ولولا هو القبال في الاغفار يزادوا الاغفار بالمثلين والعجمي اللي لونه صعار وعلبه بصوت من تارك الدين لولا هو يتم كل نهار يقلحوا المسلمين ولا عجب يا كانوا عادنا الله في الكار وما ينظروا بالعين ولا عجب كانوا عاد صبار بهك العزال وضيافين ولا عجب كانوا عاد خصاء للماشيه في السمع والزين ولا عجب كانوا عاد صهار ليك بالمخوف معين جابه بذا من طاعه القهار وخدمه بخدمته للمصلين وشدوا شيخنا الراضي المختار سقام له الدين رجل الدين والخليفه اللي فوت دهار في جوف التراب والفوق ساعتين وهذو السادات الاثنين الكبار اللي شايطين لاقطاب كاملين بكثره حسنات وقلت وزار ما رايتش في الشيخ شايطين يا كانوا اللي كانوا الجيار ما يطرق عليهم شيشين ويا كانوا هما اللي كانوا الخطار اللي جوهم التلمدين يعود عجوهم الانوار ويعطيهم الله العون المتين هو اللي وعدوه في التغيار ما يصح عنه ما شاف عينين يقولوا يعود خاسر اخبار وينتعلبوه الام الاثنين هو الفاسق اللي كان في عشاء منين يفوت معاه يومين تنطلب بركته ينزار مراحيله توجه اليدين وانا شاعر المشكار ومساويهم في الشكر كاملين وكبير الخصلات والمقدار فوت فغلقناه شهرين فوتهم قارن الليل والنهار كاردرو فروات خاليين ما فيهم خاطي ورق ومهار وشكار وطلح مدلين وصلي معروف من هل الفرار انو بدرجات مساويين كرشي كبيره في كبير الاخبار كبير المعنى كبير اليقين كبير العمل والعهد والجوار كبير التخمام والوالدين جيت وقاطعوا لهم القرار ندور في صلاح الدارين
وندور في جنة 70 دار وهي الحريات 70 وندور اليوم في درد الأخبار في الدنيا قد هلاك مرتين عند اللي في قلبه 200 قنطار مساوي هي ومثقالين ذرة وعدي الوهدي وصبار وقطب غوث وورع وضمني طيب حشا ما في المرار وطوع على الله من الطائعين غير الصة رزق جميع شكار ليان هل العصف القاسين سامع أنه حكام الخطار وأنا والتعات في السنين لمقضوا ليات لأنه من نهار ورا نهار نحسب يكون حين ولما كان فيه يكون العجلة هي تعرقب حامد ربي حق الوالدين ما قطر فت منه وسله واصل لي مالك اهل الثقلين ما نبقيهم صيبت تنقلي ورابقني بالحلف عابدين الله يحجبوا لي من البلمونه كبير بيرجيون الزيني ومليان والنياقل مشمل وتبر بلاوزين وكيف بلاوزين التسريح والكاب بالكحله ومحلفني الفقي اليمين على المنزل عليه من قبله ولا مرقني تجاه اليمين تمرقني الخلطه مكمل زين شفت هذه تهيدينا عند النقاد اليوم اليوم اللي ينقدوا الادب متباركين معايا ينقدوا له وايد انا بالنسبه لي هذه الأدباء اللي سبقوا القواعد وسبقوا هذا في الحقيقة ما من اللي صار أنهم تطبق عليهم معايير نقدنا احنا بقواعدنا احنا اللي عد النور يعني انت ترى تهيدينا الواحد من هذا ويقاون لولي ويعود مغني ويقول ياسر من تغني الموزون فهم كيف إلين تعرضها على حد اليوم وتعود وزنها في الشيء والله يقول لك ده مو موزون هو انا نعرف عن ذا الفنان ذا والله الشاعر ذا هو ما هو عاجز عن يوزن ذي الروايه سبق قاعد القواعد اللي نقيسوا احنا بهم اليوم الوزن اقسام و و و و و وفي الحقيقه هذا الغرض من اللي ينقال له الشكر باقي ذي المجموعه من الناس خاصه باقي الناس خاصه في الحقيقه الناس كامله تقولوا فهمت يا قال انا بالنسبه لي لا مطفل عليه كامل هذا ويقاون حقيقه وحكما هو ما يعرفه يعرفوه هذا اللي يقولوا ملي منه مقنع فيه رجاء فيه خاصية ذاني إنه تنزل بركته إلى عادة معايير اللي عندنا إحنا يوم ما يفيده هو لك نازل بركته هو لك ليني نحكي لك معش ثاني محصوك ومقلق ولا فيه الحشو هو نزل منه بركة وزين منه وأنا ما أعرف سر من ذا الشهور مرحبا بك لا تحكي لنا شو من دون هذا زين لا عندي تهيدينا ولا طلبت مولانا زاد مولي نقول مدك مد وتصريفك حد نافي فيه لا مشرك والدنيا تصريفك حق قد فرد بلا شريك اللي حقيقي لك الوعد اللي بعد ثبت بصفه صريحه طيب من مدك يا عجل مد براك بحاله مريحه ما هو بالسيف ولا بالكد سندني من ذيك الطيحه يا شي سندت وسند لين تجي الاخبار مليحه ماني مخدوم اضعف وزاد ومبهلل ما عندي ريحه من العقل وغدش وبرد مش برقاد الصبيحة معروف شنو يقع نعد دامر وشين القريحة موصوفة لا وشكم وشد الأخبار ولا هي نصيحة ولا نقبل توجيه ولا رد حد ولا نسمع نصيحة من حد ولا عندي ناقصة تكون انت الأخبار شحيحة يسر لك اللي هو يخص من شارك الأخبار الصحيحة حشاك ولا تحتاج التصريح على تلميحة زين زين شو كتين سؤالك عقلة طيب وجيدي طيب نعطيك نموذج خارج طلعة قال طلعت تاي قط قال لخاك حد تو اسمه تيه قط قال خلع النتاي اللي عاد ما هو ياسر حتى وزاد سعره عاد اللي باش بعاد به اللي عاد 400 صاب السكر والورقة زاد 200 وقية والخلق مدوخ عاد وباد وجع الراس بلا دمية وعندي عن حد براسه حاس ولا عنده نتاي وقية ما يقع اخباري اللي قاس اللي جهة تاي تي فكرت قال بدرجة لبي تي والله خارقة والله يقع أم لازم براسه كذا براسه حاس اللي علمني عربية ما يتعافى يكون إذا قاس مدينة من شرق تيجي أشرب كاس إيش كيف تبي تلوده هاي تقول خلع عن التاي اللي عاد ما هو ياسر حتى ونزاد سعره عاد اللي باش بعاد به اللي عاد 400 صاق السكر والورقة زاد 200 وبي والخلق مدوق عاد وباد وجع الراس ولدمية وعندي عن حد براسه حاس ولا عنده التاي وبي ما يقع أخبار إلى قاسم الجهتين طيب مسكي الله نرجع دائما محمد يحيى قضية تهيدين قضية خصوصياته قول لي نسألك شوي عن قضية المماية والبت الكبير أنت كمهتم بالتراب ومهتم بالموروث خصوصا لماذا حتى الساعة مثلا الناس تختلف حراش شفت انا لنقولك شفت انا اللي حذاك العروض دي رايتي بيها
محدود محدود جدا. زين ما قط تعلمته اقسام نسمع بت ونوزن على الشكلوت ونوزن على نتوف بوذني شي سمعت قد نوزن شكيف كيف بعمره وذي الحراش وذي القايل لك ماني بعد مثلا برق فيه ما نعرف ذي الحراش والقدع ولا ذا قاع ما قط عطيته بيني وبينك ما عطيته وقت يا غير بتوف نعرف ان ذي قالوا البتريك مو ميت البتريك نعرفه اقسام وبدون اني ندخل في تفاصيل ذيك 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 الحاله ذيك مدرك كانت هيدي قد يصل يوم صح قاع انه يصل الى درجه العالميه يخرج عن الطاقه هم القيفان قاعد يقدوا مرقوع عن يقعدوا عالم هو هو الشعر السياني كان المهم اللي قيمه النصوص الادبيه اقسام احنا نقول له الغنى والعرب اللي هما صنن العربيه الفصحى تقول له الشعر وللاستعمار النصارى الفرنسيين يقولوا له بويزي والسامي ياسر يا غير هو كامل سياني اقسام اللغه المقول بيها والله ما هي مهم مهم قيمته الادبيه اقسام احنا بلد مليون شاعر لا شك ان دور تعود فمن نصوص ترقى المستوى مثلا عتر ثقلانه قاع الى وترجمه الدور دور العالم يرى يرى الشعر زين يلتفي زاهد وش تحكي؟ لا نعم انا مهم تعود انت تحكي لاني يعودين قالك احكي اي غيره خلاص انت شي زين شي زين تحكي انت أغنى محمد يحيى والله يسمع محمد يحيى أنا في على ذكر التوجيه اللي قال أخونا قبيل أنا زاد مولي عيتنا عيتنا السقط على التوجيه يعني قاعة عندي طلعة نقولها طلعة التاريخ تقول التاريخ مخلد الأبطال والمال يعدلهم وش قال قاع إلى عاد المال حلال مال إلى عاد حلال مخيخ والتعديل التاريخ قبال ولا عاد الأبطال تشيخ وتعود الشيوخ أما تعديل الأبطال المهم في التاريخ بالمال اللي بالهون ونال والأكثر فيه وعدل بالسليخ من السلاليخ في بيت المال وخلق به الزي والبذيخ والتنعات وتعديل الحال ملاهي لقاس المريخ لا يفلش ويسيح تنقاس مزالت الأرض المولى الشيخ حد يخمن في جواب الناس ويخمن في جواب التالي. تاريخ مات زين هو معقول تفضل يا محمد زدان نقطة شنو نحكي موجب وكيف قال محمد احمد قبيل سمعنا كان موجب غرض الرثاء قبيل وتنوعت فيه الناس وجيبوا فيه تصلية وجيبوا فيه الطلب مثلا للخلف وجيبوا وقد سمعت حلقة معاكم عن الرجال رجل ميداح وراني حي من المنبر حكي طالع على صباح عند ميداح زيان عندي حتى لكن تجديد فطنت له ليه وتوه خارج قاف والله طالع قديما محمد أحمد جراء يقولها الناس الصيف الغزر تقاطع بها الواقي شايفها من الخلاق خبر فيه ودي ينفع فيه الخلاق تزانا والله في غرض مرضية الحد تنقول هو حد يرضي حد يتخمى فالإلهي بعد يقول يستنتي يتفاجأ تخاصل لو الله نبتين يتفاجأ عرفهم فيه يرى ما قصد من ذاك وفهمنين إلى صاق معنا غير أنا بعد أحمد معين يتفاجأ اللاق بغي أنا سنتي لك في العد تعرف فيها كره ظماك على حد وتعرف بس أنت إنه كان ضيقة خناك وتعرف أنا حد بلا حد في الكرم عليها كان التاق وتعرف أنا حد محط صلي وصوى وصدق يعطيها الواحد لحد نعيمك ما هو بتشفاق مريم لا تجبر كون البلد واسع والجنة معي ضيق والعيال تدوم وتخلي واعطيه اللي لاحق لاخلاك شي جمل خلاك اخبر فيه واللي ينفع فيه خلاك زين المرض يجبرون واحده زين انا على ذكر المرض قلت مرضيه الشيخ يعقوب البيبولي الشيخ سيدي رحمه الله عليه وجبرت فيه كرامة يتحنى طلعت من الكرامة والله جبرت فيه كرامة وتوف اني قلت في وقت وجيز وأنا قلت هاي النهار الثاني من تعسية جاوني أصدقاء عندي هون جاي من مرقب جاي خصيصا جاي أساسا لتعسية الشيخ وتوب تلقيت لهم هون ولا من المطار وتوب قيم وتوب منين لحقت تخطيت 90 لا منين تخطيت خلون واكشوف
وانا حجلين يالتين اود عندي مرضي حد كيفي انا قال مثلا حد كيفي انا متهم بالدب ويالتو جاي معزي مولي وجاي معزي للشيخ يالتو لا اود عنده مرضي يالتو مولي عود بشوري على راسه بشي وتوف وتوف خلطوا لي مسألتين ترى غيسيلات قلت له وداري نوفيها بعد قاع سابق ندخل فيها وهي 150 كيلو ماشي ساعتين بس ولا بدا التركيز مولي ماشي لا ساعة ونص ساعة ولا وداري مولي تعود غنى نعود إلى حكيتها عليهم ومشيت عنهم مولي تلقاه فايدين نعود عنهم والله تلقاه وتوجبرت فيها كرام قلت مشى يعقوب ومشاو يقين شيات من مشاه متى وخالكي مشيت فاصيل في الدين ليدي ومشيت التقابي الحي ومشي نفع المسكين مسكين ومشي ما الله يطمع معي يالله ترحم جسمه الحسين وارحم روحه الطاهرة النقية وبارك في خليفته يا المتين وانفع بخليفته ذي الحي واعطيه من العمر زاد سنين تزيد يالله على المية وإحنا بذي الحال المتين ما الدين لرقاب الموت الحق هي ما أننا معظمين ذي الحال المتين بالفعل يا الله ولا النية غير موجهين لك جاه أيوب وسليمان وجاه لولية لا مشات عنا بركة يعقوب والبابول للشيخ سيدية زين إيش كيف تحكي لك أفضلنا حامدين من الوعدين لا نقصان إيه وشفت ما نشتاك سليمان والشيخ شفت شفت هذه مرضية إجبرت فيها كرامة لا شك أنه لا مبركته هو يعقوب رحمة الله علينا وعلي يا غير فيها قاع كرامة ثانية إن ذي تطلع على ذهية فيها تافل ويت ما هي موسوم وأنا ما قد طفطنت لهم ونهارات يا غير مدي ما قد حكيتها لحد وفطنها إجبرت اكتشفتها قلت أني اللي ليه خليه بصيفة بالحق علاجها قاع صعيب شوي لك سامعوا يا غير مولي قلت على اني شبه نخليه ذيك صغير واللي بابو للشيخ سيدي هذه تابلويت طويله شويه يا غير ما يفضل لا يفضل مرات يجبرهم شي زين يجبرهم شي زين والله لا ينقصوا غرض اخر عاد عليك اول مره هذه والله الغزل والله يسوى لا عاد فهم شي منه خالق انا ما اسم الغزل خالق الطلعه تقول خالق صمصار لا شغلنا مع بعض في الوركشوب صمصار خالق صمصار خالق صمصار لا يرن علينا انت كنت نلود لدار اكس عنده الكريه خالق صمصار قلت لك كنت نلود لدار باطن الكريه جاني حد قال لي انا حاسس بدار صمصار من صمصار تقول خالق صمصار لا يرن علينا حس وقال عن ذاكر لحد اله من ذكر خلطه الحنان دار الكريه كنت ذي النهارات مصهان جاني والدار اللي فكن قالوا بيضة وملانة من البيوت تقلت نسكن والتافق قاع معانا وني مشنا فيها لين ظن عنها لا يترضانا ورضات منها ممتكن وانا لو كانت حانة يفهم عنه لقاع طار ونزل عالم ولا انا مرضى كون في شو دار جرح على خد فلان مثلا نموذج من هاي النماذج دي زين هاك زين خاصنا هم المعجرة خاقة طلعت لك زانة تحكيها قاعد تمحق عنها شكي انت بعض ضرخ لك زانة تقول وكل حد بقزان تقول أنا قزان تزدان هذا كيف تسا ما نبغي كنت مبانية من القزانة ما هو قاع هم عندي ما نبغي كنت مبانية من القزانة ما نبغي كنت مبانية من القزانة ما هو قاع هم شو من الرد اللي فيه خام نص وكذب وخيانة وجوه غاي غير منين فهم شفت منها دي هانة تطرح القزانة ذي قم اللي هي القزانة التانة بيا في فم يمكز حزيمي التانة متي تانة ودهت فم سالة تحصل عجلان قلت له عني ولا عم وقلت له عم مولانا فات راجعت استهم فيانا وفي القانا قالت ليش ما يفهم فيه فلان وفلان قلت له تركضوك ليش عارة سمعي فلان وهي له نعود حجة وبعد يقزها لا هنا لا هنا لا هنا لا هنا موقع حديثك يا أحمد هين شارك لك أنا بطلع من الغزل أنا مولي شفت هو كل غرض من أغراض ذلته عنده شيء مثلاً يسجن والله إلين يخلق فيه مثلاً عود زين شفت وأنا قاعد قايل إنه عموم الحياة كاملة اللي يخلق فيها نكران الذات ودري دمي ما هو متفس الراس ما هو متفس الراس وإذا قاعد ما خسر لي شيء قاعد في الحياة العادية الغزل هذا يزيان إلين يذوب مولاه يذوب مولاه
وفطان الشكر يزيان الليلين تخلقوا زين شكرا زين. عيت نشوف شي من شكار هو الشكار لك الاكثر فيه يقبل لك من معنى الناس ويعطيك لين يعود يشكرك يعني يقبل لك من معنى الناس الثاني معناه معني يقول لك انك خير منهم والله والله انك ما خارج حد كرم منك والله ما خارج حد رجل منك زين حد يعني يقبل لك من معنى الناس يا غير نادرا ما يقبل لك من معناه يا وحدين يعدلوه ولين يعدلوه يعود النص عنده نكهه عجيبه الغزل مولي باش ما تظنين تمولاه ونسى راسه باش عاد شبه الزين عند المتلقي والزين عند المغزل عليه كاع المغزل عليه والهم عنده كاع هذا هي وقع والمودر والمودر ولا اخلاقه مودر ولا خاطر المغزل يعني نحكي لك على سبيل المثال تاكد من اللي يعود حد يقد مثلا يتفسر راسه تعرف انت انه يقد يتحمج راسه راك سامع فيه مثلا اللي يحمج له يا غير ينسى راسه هذا هذا من هذا من المحسنات بالنسبه لي انا اللي قالوا الغسل محمد لادب يقول وهذه من روائع الغسل عندي يقول قابلتك وبقيتك ومشيت فخلاقك وعطيت التليت فخلاقك ما بعت ولا طيت سارحة ميت بلا عار ما قلتي واسي موسيت ما نقليت في مسلة دار غنيت عليك ولا خليت دار نزلتيها والله دار قط وخلطيها ما غنيت عليه وهجارك ومرار لفظك زاد عليهم طبيت ما لتهيت بكثرة الأخبار كل نهار يفوت علي بالعين والخطر وبتكرار الخاسر يكانوا فيي يحرار وفيي ما يحرار هذه من روائع الغسل كي تنين يفوت يدو مداه والله يغيب والله يقد معناه في النجم متغزلي يزيان يزيان عندك قابلتك وطلعت فيك مدقاني كنت تلال عزك يتمداش شفت ذوبان دخلي فهمت عندك كنت مكذب عن خالك حد يفوت في حد إلى ذا الحد يسوى حق ويسوى ما حد إنه قاصد به الكرش مكذب عنه قاعي قد يتعدى في الوحش رمش غير دافع منين الخير لقيت اللي داقي ومشى ومشى ومشيت القلب مشى غير جسمه بقى به النفش يخرج من لا 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 ما معقول من مشيت مات من مشيت مات ليش مني قاعد معاش والله اذا نعرف نعرف له طلعه ورانا محيين من المنبر الاعلام المتميز عبد الرحمن الباتي يقول انا ما نبغيك ايش اللي بيك صرت تكذيك وقمت مسح فيك قاصد كنت راعي فيك واخلاقي ما هي من حلقة ولا في حلقة من باغيك ما يقولوا الفيا من حلقة وانتي ما نكذيك اللي ذيك وانا من صيد الملقى ولا فيك الشيطان اللي ماس الاخلاق ولا فيك البلق ولا انا فقيدة زينة تنقاس من الغيود لانك منقى تعرف زينة نعرف حد اخر يقول فرشي صرتك ما نقصد عندي عاقب ليك الكذبة كذبتي واللي في السبه في ذاك سببتي في الشيء واللي في جبارك من نغبه في التقلعه تبقى قرش ما لك شيء والعراد ما انت توصل ما لك شيء ولا تهجم ولا انك زاد النام تنبارش اذا ذكر عنه زميل عندي طيب زميل عندك والله زهود تفضل ايش خشيت تحكي لنا بشيء وقت يبدو ان نشرب على النهايه يجبر فيهم اللي نعرف طلع محمد ابو رحمه الله علينا وعليه رحمه الله عليه يقول يقول حد جبرته هذه يرحمه ان شاء الله حكي علي هو ما الله عليه جوزه توب انا تعرف نستحى منه يعني يعود له يحكي علي شيء من الغزل يقول تقلى راسه ما يعزيه هو الراس قال حد جبرته وقبل نتعامل معاه ويعدري الخيان ويبلغ لي سبت الهرام عني منها زايد وحشي نكريه بقد خلاص وعام ونقد نزيد عليه بشي يا غير بشرط ولا عادي يعود اللي له يمشي خايف من رب العباد وعلى الشي ما منه مخشي ويعود أم اللي ما قاد يشي فيه ولا فخلاق وشي الله دي مزيد الله دي مزيد تقال يا أحمد ندل مرسول قاعد قد ينشبه يا غير بشرط ولا عادي يعود اللي له يمشي يعني يقول لك بعض مواصفات ولا عنده تجبره أنا ماني قايل إنه قد ينجبر يعود بشرط ولا عادي
يعود الإله يا غير بشرط ولا عادي يعود الإله يمشي خايف من رب العباد وعلش ما منه مخشي ويعود مولي ما غادي شي فيه ولا فخله وش لا يجبر يا خير بعد ما نقول الله الطريف تحمد سام اليونس يقول طلعة مسالم اليونس اخر مسالم طالب حيين محمد الحي والله اللي محيي حق حيين وكامل خيرت والله قلت لبتك بالتخمام للعام وياك العام ومنعتيه الكلام وكلامي حمقتيه ولا دابا تسلم ولا انا ما نعتي قريب حتى يا اخي شفت غنى زوين قريب في عندك هيك ما يعرف التلفون اللي منه نكون ما يتكلم يكون كلمات بتقطع وعقب من هون ما يتكلم قاعد تفضل يا سلام لما كانت طلعت الشريف هيك وكانت من تفيل تقطع الثقيل عادت من مثل الويل وعزت قاع زهيد تقطعني بالليل تقطعني ميت ومنين نقول لا ما نحكمش بيه تعذر تتعذر تتعذر عن ذاك الخط والعري وجيت جيت واضح شريف شريف مغني الله خاصة باش تختم محمد يحيى لأن الوقت يبدو أن يشرف للنهاية والمخرج يبان ما أعطي نفس قلنا محمد يحيى أنا ما سمعت والله أبو خلاص محمد يحيى شايت تحكي لي بغلاني أنا بعد لين نحكي لك قاف قط زرت به الشيخ عندي في الحوض أنا قلت لك أني اليوم لين نحكي لك الذي قال له الشكر مرحبا بي غرض ثاني لا تقل لا قاف وتوف يقول له للتار الهم ديار جيت في نوبة حمان شماس ما يقاصد جيت الكبار أغطى بالدار ما تدناس غير لا فاهم في المخبار فاهم عن همي جيت أجناس وإنه بيه التنقاس الدار اللي بالهم أصل تنقاس وفاهم عن معطى حر نها ما فيه في صمر عوام الباس وان الحمان مع اهل التار شبه من البرود مع الناس زي حتى تفضل خلق طلع نختم طلع على متحنا صلى الله عليه وسلم نجوا عليهم صلى الله عليه وسلم تقول قبلك ما كنا جبت الدين يا رسول ونص التبيين والشريعه والعلم الزين ثابت ما في المظنة ومونك وحلوف الأذنين التوحيد والقرآن والسنة وعرفنا قاع الشرع عليهم بكل اللي قلت إن عنا خير ما ونعدت طريقين ذيك النار ذيك الجنة وليت الشعب نهار متين فينا وضعفنا وامتنا وصغرنا وسنا الأذنين ربع راسنا وهدنا ولا كانت قبلك تتنفس ذي الأمة اللي جبت لنا لا خليناها الله اللي مسفهنا يلا لنا الجنة ضيحة أقطعنا وأشبه شيء اختم بي حد شكركم على قبول الدعوة شكرا ولا مدينا منكم محمد يحيى الله يلم بي بحنا مولي ان شاء الله نعدل حلقة ثانية وتدو مولي تقابل فيها تحكي فيها شيء وشاكرك ايضا تدو مولي فترين بعد تدو مولي مالك فترة جازك فيها معان مع فترتك ما قبلت يكون تحضر معنا وشكرك ايضا احمد دواء على حضوره معنا وعلى على بساطتك من نفسك شكرا لك جزيلا على برنامجك الله يجازيك على اريحيتك مولد انت الله يجازيك وشاكرينك كيف قال لك هو مولد على اريحيتك الله يجازيك بساطتك وقط شدرك من رجال الميداح شهاده الله من شرفه شرفه شهاده كامل يجازيك شهاده الرجال قاع كافيه الله يكرمك قلت لك انك بعد سالك من حظ النفس ديك احنا مولي قال لي توخوني من حد الدنيا قصيت بها اخرت بي اذا في نهايه الحلقه اشكر كل من اولا اشكر الضيوف كما اشكركم على حسن المتابعه واشكر كل من ساهم في انجاز هذه الحلقه من قريب او بعيد كما اخص بالذكر في اف على صوت وفي الاخراج الساموري والمحمد الراضي وإلى أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة من برنامجكم أدب وتراث فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته